الأول طبعاً مش عايز أنسى. يعني كان عندنا مؤتمر صحفي من كام يوم، وكنت مفروض أن أنا في ناس الحقيقة مبهرين بالنسبة لي، ناس أنا كنت أتمنى أن أنا أشكرهم وبصراحة نسيت، فمعلش أعذرهم. هما برضو قائمين على نفس هذا الحفل، الأستاذ هشام جمال والأستاذ حازم هلال، الاثنين الحقيقة ليهم دور كبير. والأفلام اللي انتوا شفتوها دي طبعا الأستاذ جمال جبر ودوره الكبير في إعداد هذه الأفلام. معنا هنا الدكتور حازم ياسين، والدكتور حازم ياسين هو الحقيقة يعذروني بقى الناس، ربنا يكرمك يا دكتور، أنا عندي مشكلة شوية في عينيا اليمين كده، فمش شايف فيها كويس، عشان كده جايب حد يساعدني في تركيب اللسان ده يعني. والدكتور كان الحقيقة بشكره جدا، لأنه مثلا يعني فضل نفسه يوم كامل عشان يشوف، يعني عشان يعرف أنا عندي إيه يعني، فأنا بشكره جدا جدا. شكرا كابتن محمود الخطيب. والآن لحظة التكريم والوفاء، وسام النادي الأهلي يقدمه كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وابن بار من أبناء النادي الأهلي. يا الأوسمة مالها؟ أيضا شهادة تقدير لدكتور حسن مصطفى مقدمة من كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. عملة النادي الأهلي الذهبية مقدمة من كابتن الخطيب إلى دكتور حسن مصطفى. طبعا فلت مني كابتن حسن حمدي، مش هيفلت مني دكتور حسن مصطفى، ما ينفعش. دكتور حسن مصطفى